بيقولوا كل متوقع آت، كل آت قريب طبعا، وكل آت قريب. لما كل يوم نخطط ايه اللي هنعمله أثناء اليوم ده، ايه اللي احنا عايزين نحققه، هيبقى متوقع وهيجي وهنحققه. لكن لما نعيش حياتنا بدون أهداف، بدون أمال، بدون أحلام، بدون توقعات، إيه معنى الحياة؟ مش هيبقى ليها أي طعم. من زمان قوي اتعلمت إن أنا كل يوم الصبح لازم أكتب إيه اللي أنا متوقعة من اليوم ده. أيوة، عاملة حسابي إنه ممكن ما يمشيش زي ما أنا عايزة، زي ما أنا نفسي فيه، عادي، إيه المشكلة؟ بس برضو لما أحدد أنا نفسي أعمل إيه، أنا عاوزة أعمل إيه، أنا عاوزة أحقق إيه، على الأقل جزء كبير من اللي أنا مخططاه ده بيتحقق وبيحصل، وبتبقى أفكاري مترتبة وعارفة هعمل إيه إمتى. صباح الخير، إزيكم؟ سيدة فاضلة بعتت لي رسالة وبتقول لي أنا مش عجباني حياتي، أعمل إيه أرجوكي تساعديني؟ رديت عليها وقلت لها إيه اللي مش عاجبك بالظبط في حياتك؟ قالت لي كل حاجة، كل حاجة، مفيش أي حاجة في حياتي عجباني. ما ينفعش إن إحنا نقول الفستان ده مش عاجبني، ماشي، إيه اللي مش عاجبك فيه؟ قصته ولا لونه ولا قماشته ولا خامته ولا شكله عليا ولا ايه بالظبط؟ تخيلوا فستان، مجرد فستان في الفاترينة، ممكن نطلع فيه اسباب معينة ان ده مش عاجبنا، يصلح لينا او ما يصلحش لينا. ما بالكم بقى في حياتنا؟ هل ينفع كده اروح واقول حياتي مش عاجباني؟ ما هو المشكلة ان حياتنا دي يعني complicated قوي، معقدة، مليانة حاجات، فيها ناس، فيها أماكن، فيها وظائف، فيها التزامات، فيها حاجات بحبها، فيها حاجات ما بحبهاش. ما ينفعش إن الواحد كده يقوم يصحى من النوم ويعمم ويقول أنا حياتي مش عاجباني. وده بيدخلنا في مرحلة وحشة قوي 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 من اليأس، اللي هي اللي فوق اليأس بقى، القنوط. ليه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من القنوط؟ ان احنا خلاص عينينا بتعمى وبيبقى عليها غشاوة جامدة قوي قوي قوي، ما بنشوفش الحاجة، اي حاجة كويسة خالص في حياتنا. فجأة ما في، الناس كلها وحشة، فجأة كل حاجة في حياتنا وحشة، كل مكان بنروحه وحش. طيب لو احنا في هذه الحالة نعمل ايه؟ طبعا يعني خدوا بالكم احنا بنتكلم على حالة نفسية، بنكون عاملين زي حاجة هشة قوي، اي خبطة صغيرة هتحولنا لتراب، فبتحتاج مجهود كبير قوي 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 مننا، مجهود نفسي، ان انا اقعد وريلاكس واستجمع افكاري وافكر واقسم بقى حياتي. ما ينفعش دلوقتي ابصلها ككتلة واحدة، هنهار، هحس انها حاجة تقيلة قوي 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 وهقع. فابتدي اقسمها وابتدي افكر في الحاجات الكويسة قبل الحاجات الوحشة. يعني ايه؟ يعني افكر كده، هو ربنا سبحانه وتعالى رزقني ايه؟ وابتدي بالحاجات الصغيرة قوي قوي. إيه؟ انا بسمع، انا بشوف، انا بمشي، انا بتنفس، انا بدخل الحمام. تخيلوا كده لو جه في يوم حصل لنا امساك، بنبقى تعبانين قد ايه ومش قادرين.
للمستوى ده، للمستوى ده، وده مش هيافة ولا حاجة. احنا بناخد الموضوع واحدة واحدة، كل واحد يقعد يفكر في ايه حلو في حياتي قبل ما اقول انا حياتي مش عاجباني، انا قرفان من حياتي، انا مش طايق الدنيا، انا مش طايق حد. اهدى، اهدي، روقي، وابتدي فكري، وابتدي فكر في ايه كويس في حياتي. لما نبتدي الاول بالكويس، هتبصوا تلاقوا مزاجنا ابتدى يتعدل سنة سنة. لسه ما وصلناش للحد الأقصى للسعادة والنشوة، وإن أنا متقبل كل حاجة، مش هو ده، بس على الأقل بيبقى فيه نور خافت كده وسط الظلمة الفظيعة اللي احنا فيها. طيب، ولادي ما بيسألوش عليا. قبل ما نقول ولادي ما بيسألوش عليا، نقول الحمد لله ان انا عندي اولاد. انا ما عنديش اولاد، قبل ما افكر انا ما عنديش اولاد، بس عندي قصاد نعمة الاولاد دي نعم تانية. ايه النعم التانية؟ عندي زوج، عندي قرايب بيحبوني، عندي شغل بحبه وبنجح فيه، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، ومحدش يقول ان ما عنديش. اللي محروم بيبقى محروم من حاجة او من اتنين او من تلاتة، لكن مش محروم من كل حاجة. تخيلوا حتى في الحواس، اللي محروم من نعمة النظر، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه بسمع مرهف. لما يسمع يقدر يحس الحاجة دي قريبة ولا بعيدة. لمس، بيتعرف على ملامح الناس والبشر من ان هو يلمسهم. تحسس لطريقه، بيبقى عندهم ذاكرة قوية جدا. قصاد كل نعمة او كل حاجة بنحس ان احنا محرومين منها، بيبقى فيه كذا حاجة موجودة في حياتنا. فقبل ما نفكر ونقول انا مفيش حاجة في حياتي حلوة، على فكرة ده جحود بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده ان انت في واحد مسكين، كل يوم تعطف عليه، كل يوم تعطف عليه، كل يوم تديله حاجة، كل يوم تديله حاجة كتيرة قليلة مش مشكلة، بس كل يوم بتديله حاجة، وتفاجأ انه بيقول للناس ان الشخص ده بخيل، ان الشخص ده عمره ما اداني حاجة، انت من جواك هتبقى حاسس بايه؟ هتبقى زعلان قوي. ده انا بديك وبعطيك وكل يوم بديك، وانت تروح تقول عليا ان انا بخيل وان انا مش بديك حاجة. هو ده اللي بنعمله مع ربنا سبحانه وتعالى، بيدينا كل يوم. مجرد ان احنا نصحى من النوم دي نعمة كبيرة، لان في غيرنا مئات بل الاف من البشر بيناموا ما بيصحوش تاني يوم. بفتح عيني بشوف اللي قدامي، انا نظري ضعيف، بس في غيرك ما عندوش نظر اصلا. انا ساكن في حتة فقيرة، في غيرك نايم في الشارع ما عندوش اصلا سقف فوقه. انا هدومي مقطعة في ناس عريانة وفي ناس بتجبر على انها تبقى عريانة. يعني حتى الناس اللي هي اللي احنا بناخدها عشان نقارن حالنا بحالهم، هيلاقوا برضو اكيد في حاجة كويسة في حياتهم. فلنفرض اقصى حاجة ان راجل شحات وما عندوش اي حاجة وهدومه مقطعة وساكن في الرصيف وكذا 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 وكذا، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هيبعت له الشخص اللي يديله لقمة تسد جوعه، اللي هيديله حاجة تغير حياته، هيبعت له. يعني في فيلم أجنبي اتفرجت عليه من فترة، كان شخص أدمن المخدرات، فطبعا حياته اتقلبت رأسا على عقب، وبعد ما كان له وضع معين بقى في الشارع، literally في الشارع، لا عنده مكان ينام فيه ولا عنده حاجة، وبقى بيمشي. ربنا حب فيه ايه؟ قط
ربنا حب فيه قط، والقط ده كان ذكي جدا جدا، وفضلوا يمشوا مع بعض. ودخول هذا القط الضال زيه في حياته ادى لحياته معنى، بقى بيدور على مأوى للقط، بقى بيحافظ على نفسه عشان القط صاحبه. تخيلوا، ممكن ليه لا. فاحذروا من الغشاوة السميكة قوي اللي بتبقى على بصرنا وبصيرتنا، وان احنا ما نشوفش النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. كان في سيدة بتتكلم على جوزها، وان هو راجل صعب جدا، وان هو كذا وان هو كذا وان هو كذا. في القعدة ردت عليها صديقتها، يعني الله يرحمهم بقى كلهم، ردت عليها قالت لها: يا شيخة اتقي الله، ده كان عملك هانم. قالت لها: بس كان مطلع عيني، عايز اكل معرفش ايه وعايز ايه وعايز ايه. قالت لها: في غيرك كانت بتتهان كل ليلة من جوزها، انتي كان جوزك عاملك هانم. الصعوبة اللي في شخصيته اللي انتي شايفاها ان هو صعب وان هو لا يطاق وان هو لا يحتمل وان هو كذا وان هو كذا، غيرك بيتمنى ضفرها ضفره. مش عايزة اعمم ولا ان احنا نضحك على نفسنا ان احنا نشوف الوحش حلو، مش هو ده قصدي خالص. انا قصدي ان احنا نشوف الامور كلها بموضوعية. كان في قصة، معرفش اذا كانت حقيقية ولا مش حقيقية، ست قاعدة في البيت، والجيران جم جيران جداد في البيت اللي قدامهم. فالست بتقول لجوزها: الست اللي قدامنا دي الغسيل بتاعها وسخ قوي ومش حلو خالص، انا مش عارفة يعني ازاي بتنشر الغسيل متوسخ كده على الحبل بتاعها. مرة في مرة في مرة في مرة بتقول لجوزها: الحق، الست اللي قدامنا جارتنا الغسيل بتاعها محطوط على الحبل زي الفل. قال لها: على فكرة انا غسلت الشباك بتاعنا النهاردة الصبح. هذه القذارة اللي كانت شايفاها في غسيل الجارة كانت على ازازها هي، وهي شايفة العالم الخارجي من خلال ازازها هي، ازاز شباكها هي. هو ده اللي بيحصل. ليه ما بنشوفش الحلاوة في العالم اللي حوالينا؟ لان احنا بنشوفها من خلال حاجز بيصور لنا كل حاجة انها وحشة، بيصور لنا كل الناس ان هي طمعانة فينا، بيصور لنا كل الناس ان هي عايزة تأذينا، بيصور لنا ان الحاجة اللي هي نص نص في حياتنا 0%. فأرجو ان كلامي ده يكون دعوة لينا كلنا بما فيهم انا، ان احنا نصحى الصبح زي عنوان الفيديوهات بتاعتي اليومية: كل يوم بداية جديدة، كل يوم فرصة جديدة. ان احنا نبص لحياتنا ونقسمها ونمسك كل ركن ونفكر ايه الحلو اللي فيه قبل ما اسرد وعدد وفند الوحش اللي فيه. صباح الفل. هننزل النهاردة نخرج نتمشى شوية، الجو رائع. ففي قرار انا خدته انا وجوزي من زمان، ان لما يكون الجو كويس ما نفوتش الفرصة دي، ولازم نتمشى في الهواء شوية وفي الشمس. فدي فرصة حلوة جدا، فاحنا مش هنفوتها النهاردة. I'm working from home، لان في حاجات كتير قوي عايزة اكاتش اب واعملها، وكمان على الساعة 2 عندي conference call. فاحيانا بحب ان انا اكون قاعدة في البيت لما بيبقى عندي conference calls دي، خصوصا ان هو training، يعني مش محتاجة ان انا اروح المكتب. دي حاجة يعني خاصة ممكن تتعمل من اي حتة. يمكن اشوفكم بعد شوية. خطوات وبنمشيها وطريق
لازم لازم. لا عشان الجو حلو بس تصدق السوا دلوقتي فيها والجو بيتغير في ثانيه والحال بيتبدل في ثانيه. احيانا الواحد نفسه يستنسخ نفسه 5-6 مرات عشان اقدر اقرا كل الحاجات اللي انا نفسي اقراها او اتفرج على الافلام اللي انا نفسي كلها اتفرج عليها او ازور الاماكن اللي انا نفسي ازورها. انت كاتبه ايه؟ انت كاتبه كده؟ لا انا بفكر. اه انا بفكر ان انا نفسي استنسخ نفسي 5-6 مرات علشان يعني الواحد يقدر تستنسخ العقل. انجوي وات يو هاف. ماشي انا بانجوي بس الكتب دي كلها نفسي اغمض عيني وافتحها لاقيني قريتهم كلهم. انا كنت فكرت في لحظه من لحظات قلت مستحيل ان واحد كم النولج اللي اتعمل محتاج hundreds of lifetimes. أيوة. حتى لو انت انترستد ايوه. حياه فوق الحياه.